أقيم تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد بالحرس الملكي بقوة دفاع البحرين، وذلك بحضور سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. سلام سيدي قائد الحرس الملكي، سلام. قف. سيدي، خير ما نبدأ فيه حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم العريف أفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. سيدي، الآن دقيقة صمت حدادا على أرواح شهدائنا البواسل. Thank you.
سيدي يتفضل الآن العميد دكتور محمد علي أبو جندل بالدعاء لأرواح الشهداء. اللهم إنا نستعين بك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك اللهم ولا نكفرك ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ابدلهم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مليكنا يا رب العالمين، واحفظ ذريته وبارك في عمره وذريته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الأمن في ربوعنا والسلامة من حظنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حرس جنبين سلاح. وتفضل بعدها سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بسقي النخلة التي ترمز للحياة الدائمة. والآن يتفضل سيدي سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بإلقاء كلمته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. أخواني وأخواتي منتسبي قوة الدفاع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك نستذكر فيه أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا البلد، الذين قاموا بجهد لا يضاحى فيه أي جهد آخر ولا شخص آخر محب لهذا الوطن يستطيع أن يوازي ما قاموا به. نعمل جاهدين ليلاً نهاراً، نقدم كل ما نستطيع إليه من قوة وطاقة، ولكن شهدائنا قدموا أرواحهم، وبالتالي أعتقد أن هذه أكبر تضحية لأي جندي لأي مواطن مخلص لبلده. أما نحن نفتخر بهم، نستذكرهم ليلاً نهاراً ونتمنى مكانتهم. وفي ختام هذه الكلمة أعزز وأجدد شكري لخدمتكم
ولعملكم المتواصل ولجهادكم في الدفاع عن الدين والحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدها قام سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بجولة تفقدية داخل مزرعة الشهيد بحضور أسر وذوي الشهداء، والذي خصص ريعها لصالح ذوي الشهداء الواجب الأبرار تقديرا لتضحياتهم النبيلة بكل شجاعة وإقدام، وعرفانا لأرواحهم الطاهرة التي ضحوا بها في سبيل الواجب الوطني لنصرة الحق. ثم قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بافتتاح مشروع مزرعة للاستزراع السمكي في الحرس الملكي، والذي سيساهم ريعها في دعم أسر وذوي الشهداء. وقام سموه بجولة في أرجاء المشروع إذانا بافتتاحه، واستمع سموه إلى إيجاز عن مراحل تأسيس المشروع، كما اطلع على مختلف تجهيزاته وسير العمل فيه. وأكد القائمون على المشروع على أن المشروع يهدف إلى الوصول لطاقة إنتاجية عالية ليساهم مدخوله في دعم أسر وذوي شهداء الواجب، كما أن المشروع يحتوي على عدد 36 حاضنة وستة أحواض كبيرة، حيث أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ من 5 إلى 6 أطنان من الأسماك سنويا. كما أشار القائمون على المشروع بعملهم على بعض التجارب العلمية لبعض الأسماك البحرية مثل الهامور والسباس لتتأقلم في المياه الأقل ملوحة من مياه البحر. يذكر أن المشروع تم تصميمه وهندسته محليا في الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين من قبل كفاءات بحرينية متخصصة في هذا المجال. من جانبه أكد سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن أحمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة أن ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف 17 ديسمبر من كل عام، والذي يتزامن مع الأعياد الوطنية لمملكة البحرين وذكرى سلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، هي ذكرى راسخة في تاريخ البحرين يستذكر فيها الجميع الرجال البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف وتراب ومكتسبات هذا الوطن العزيز وأوطان وشعوب المنطقة. وقال سموه إنها مناسبة وطنية عظيمة جسدتها اللفتة الكريمة من لدن سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي يتجسد فيها معاني الوفاء والعرفان بذكرى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة نصرة للحق وإرساء للعدل ودفاعا عن أمن وسيادة وطننا العزيز. وتابع سموه إن يوم الشهيد هو تكريم للرجال الأوفياء الذين حملوا على أكفهم أرواحهم الطاهرة وأرخصوا الغالي والنفيس لتبقى راية مملكة البحرين عالية خفاقة، وسطروا بذلك أسماءهم خالدة في التاريخ، فذلك العطاء الذي لا يقدر بثمن هو نبراس مضيء لشعب مملكة البحرين ومثال للقدوة والبطولة.
وأضاف سموه: لقد رسم شهداؤنا الأبرار أروع صور العز والشرف، فستظل ذكراهم نموذجا حيا يفتخر به تاريخ وطننا العزيز وتاريخ منطقة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، بعد مشاركتهم الباسلة في ميادين القتال في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل بجمهورية اليمن بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وذلك دفاعا عن الدين الإسلامي ووحدة الأمة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا سموه على أن تلك التضحيات ستظل ذكراها العطرة لينتهل منها الأبناء والأجيال القادمة المعاني الجالية والقيم الحقة.